وتعالي تعالي نبدأ. أنزل أول صورة. يلا أول صورة. سعد الصغير وأنت بتقدم ورقك لانتخابات الرئاسة. كنت عايز أثبت للناس اللي كانوا عاملين شروط الرئاسة إن أنتوا هنتوا الكرسي بتاع الرئيس. فإذا كان على 30,000 أدينا جبت 50,000. ما خفتش؟ لا ما خفتش. واتسحبت بعد كده. عشان بس كنت عايز أديهم درس. هانوا الكرسي ده. يعني لو كملت كنت هتنجح؟ لا لا طبعًا. أنا ما ينفعش أمين شرطة. بقول لك ضعيف في الإملة. نشوف اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده.